السلام عليكم ورحمه الله خوتي خواتاتي، تحيه طيبه لكم. هذا واحد اللايف خفيف ظريف، بغيت نحذركم من واحد العمليه ديال النصب كتكون بار تليفون. واحد الفيديو راه دابا كينتشر على الانترنت ديال واحد السيد كيحاولوا ينصبوا عليه شي ناس بار تليفون، وغادي نوريكم واحد السيد من هاد الناس كان جا عندي للمكتب ديالي وتنصبت عليه 60 مليون، وغادي نوري لكم داكشي بالفيديو، بقاو معايا. هو اول حاجه هاد اللعبه هادي فايتين راه فايتين حضرنا منها بلا تنوريكم. هذا واحد السيد اللي اتصلوا به وقالوا ليه راك ربحتي شي فلوس، قالوا ليه راك ربحتي شي فلوس وراه غادي نصيفطوا لك باش توصل بهذوك الفلوس ديالك، تيقولوا لك خاصك تصيفط لينا تعبئات. نفس الحاله وصلت وقعت لواحد السيد جا عندي للبيرو باش نحلوا ليه المشكل ديالو، انه شي ناس اتصلوا به بحال هاد الارقام قالوا ليه راك ربحتي، الا باقي تنتذكر مزيان قالوا ليه راك ربحتي فيلا وربحتي طوموبيل وما عرفتش داكشي املاك كثيره، قالوا ليه راك ربحتيها في واحد شركه الاتصال. السيد حتى جا عندي كان بغى يرفع دعوه قضائيه على ديك شركه ديال الاتصال، زعما هو جا غير يستشرني وفقط، ماشي زعما ماشي قانونيا، جا غير يستشرني فيما يخص ان شركه ديال الاتصال يعني تسجيل المكالمات الى غير، بغى يستشر معايا في الجانب التقني ماشي الجانب القانوني، انا ماشي اهل باش يستشر معايا في الجانب القانوني غير الجانب التقني. ما علينا، السيد حتى جا عندي هو متاكد ان ديك شركه الاتصال هي اللي نصبت عليه، تيبان لي الظلام ما عرفتش. اخويا يسمحوا لينا الله يرحم ليكم من والدين. السيد اتجه عندي باغي يرفع دعوه قضائيه على شركه الاتصال وخاصو غير شي مسائل تقنيه، جات يتشاور معايا فيها، قالوا لي راك ربحتي فيلا وربحتي ما عرفتش داكشي، المهم داكشي كثير. وقالوا لي اودي لي فري ديال الدوسي، لي فري النوطير، لي فري هذا، قالوا لي اسيدي غادي خصك تصيفط لينا دي روشارج. هانتوما شوفوا الصدمه ديال لي روشارج، شوفوا هاد السيد شحال من روشارج صيفط لي، هذا فيديو سجلته عندي في المكتب، جاب لي شاكوش ديال لي روشارج. شوف 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 السيد شحال صيفط لهم، شوف شاكوش ديال روشارج، ها هي 2000 درهم 1000 درهم، ها انتم الخونا، ها شوف ها 60 مليون ها فين مشات. شوف 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 السيد مشات ليه ما يقارب 60 مليون سنتيم، مشات ليه غير ديرو الشارج. السيد بيع وشراي ومطور، ولكن فهادو داروها به. ملي قلت ليه اخويا علاه انت ما رديتيش البال، راه هاد الناس زعما وراه معيقه، ما كاينش شي نوطير وما كاينش حاجه كتخلص باللي روشارج. قال لي لا اخويا، قال لي راه بداو هما تيعرفوا يهضروا في التليفون وبداو تيجرجروه غير بالفن، تيجرجروه غير بالفن. والسيد راه ولد الوقت، زعما راه هضرت معاه راه عايق، ماشي شي واحد اللي نقولوا مدمدم ولا، السيد زعما ولد الوقت، بيع وشراي عايق، ولكن هاد مسخيت الوالدين في التليفون كيعرفوا انهم يجروا لي كل سنك. السيد انا ملي جا عندي وجاب لي داك الصاك وحلو تخلعت، ديروا الشارج ديال 10000 درهم، ديروا الشارج ديال 5000 درهم، ديروا الشارج ديال 2000 درهم كما شفتوا في هذا الفيديو هذا. فلهذا الله يرحم لكم الوالدين الخوت، راه ما كايناش شي حاجه سميتها تيخلصك النوطير باللي يرو الشارج، هذوك راه نصابه وراه ديجا راه مفتوحه، راه ديجا راه كاينين شكايات ضدهم وراه تيقلبوا، ما عرفت واش تيقلبوا عليهم البوليس ولا ما تيقلبوش ما عرفتش، مي شكايات راه كاينين، راه ما كايناش شي حاجه سميتها الرو الشارج تتخلص بالرو الشارج وبلا ما دير فيها قفز، راه تعيا ما دير فيها قفز زعما ولا هذا، راه هذوك الناس كيعرفوا يهضروا في التليفون، راه غيبداو يجروك بشويه 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 تيديو لك رزقك كما داروا لهذا السيد هذا. قال لك اخويا انا عايق، ماشي ما عايقش ولكن اخويا راه انت راه قال لك تيعرفوا يهضروا في التليفون وتيعرفوا انهم يجبدوا منك الفلوس. لهذا الخوت الله يرحم الوالدين، ما كايناش شي حاجه سميتها راك ربحتي، ما مشاركش شي مسابقه، راه ما كاينش شي واحد غادي يربحك وانت ما شاركش شي مسابقه، واي مسابقه راه تيكون فيها نوطير سورتو ملي تيكون المساله فيها، ما كايناش بعدا مسابقه كتنظم بلا نوطير، الا ما كان راه قانونيا خاص نوطير موثق، الا ما كانش موثق راه ما كايناش مسابقه. المهم كما قلت لكم هذا السيد مسكين راه حتى جا عندي هو كيسحبوا فعلا الرابح، هو السيد متاكد انه رابح، هو كان باغي يمشي لهذه قضيه هذيك شركه الاتصال، لانه قال لك اسيدي هما بداو تيكذبوا عليه الجائزه ديالو، بداو هما اللي بداو تيكذبوا عليه، هذوك الناس بداو تيقولوا ليه لا حقا راه عندنا مشاكل في النوطير هذا، قال لك بداو تيعطلوا عليا الجائزه ديالي، السيد تيسحبوا راه هو فعلا الرابح. تجا عندي عاد عاق بالمره، ما كاينه لا مسابقه لا والو،
لهذا الله يرحم الوالدين شركه الاتصال حتى هما راه هاد الناس راه كيسيئوا للسمعه ديالكم وتيسيئوا للصوره ديالكم. كاينين الناس اللي باغيين يرفعوا دعاوي قضائيه ايه، وكاينين الناس اللي ما مشى ليه رزق وصافي تيميك. هاد الشيء راه تيسحبهم هادوك الناس، واش شركه اتصالات ولا شركه انوي ولا شركه اورانج هي اللي نصبات عليهم. فلهذا هذا نداء موجه كذلك لشركه الاتصال بالتدخل في هذه القضايا ديال النصب والاحتيال اللي كيطراو بالسميه ديالهم. هادشي اللي كاين الخوت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.